الفيديو ده مخصص لطلاب الجزائر، تحديدا طلاب الجزائر. هنتكلم فيه النهارده عن الدراسه في روسيا بكل حاجه تخصها، من بدايه التقديم على الجامعات الروسيه، وهنتكلم كمان عن احسن الجامعات الروسيه وعن الرسوم الدراسيه وعن الشروط او الاوراق اللي انت لازم تجهزها عشان تقدم على الفيزا لروسيا. فكل الطلاب الجزائريين اللي بيحملوا الجنسيه الجزائريه ومهتمين ان هم يسافروا لروسيا، الفيديو ده مهم جدا بالنسبه لهم، وهتعرفوا منه كل تفاصيل السفر والدراسه في روسيا. من غير ما اتكلم كتير، خليني اقول لك لو ما اشتركتش في القناه اشترك فيها دلوقتي، واتفرج على الفيديوهات عشان تتابع كل اللي بيحصل فيها، وكمان اعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، واعمل شير طبعا وفعل زر الجرس. معاكم ابرام من الخوارزمي اكاديمي، يلا بينا نبدا. خلينا في البدايه خالص نتكلم ايه هي مزايا التعليم في روسيا. انا ليه اتحرك، انا كطالب جزائري ليه اسافر اتعلم في روسيا تحديدا؟ اول حاجه هي نظام التعليم في روسيا. نظام تعليم متطور جدا في اغلب او اكثر التخصصات هتلاقيها موجوده في روسيا، وبافضل الاساليب التعليميه اللي بتاهل الطلاب ان هم يكونوا خريجين على اعلى مستوى. تاني حاجه اللي تخلينا ان احنا ندرس في روسيا هي التكاليف المعقوله. ليه التكاليف المعقوله؟ ان احنا بنتكلم عن تخصصات في روسيا بتبدا من اول 1300 و1500 دولار وبتوصل لغايه 7000 و8000 دولار على حسب طبعا الجامعه، لكن بنتكلم مثلا على السنه التحضيريه ممكن نلاقيها موجوده باول 1300 دولار. ومش بس التكاليف المعقوله في الرسوم الدراسيه، لكن التكاليف معقوله في الحياه عموما وفي المعيشه في روسيا، من ناحيه السكن والمعيشه والحياه والظروف وكل حاجه، هنلاقي انه التكاليف معقوله كويسه جدا بالنسبه لطلاب الجزائر. نقطه كمان مهمه جدا تخليني ادرس في روسيا وهي تعلم اللغه الروسيه، وده اللي بيضيف لي انا كطالب مميزات كثيره جدا، منها ان انا يكون عندي اكتر من لغه، فبالتالي في سوق العمل اقدر يبقى عندي كذا فرصه. وطبعا عن الجامعات الروسيه، في عندنا اكتر من جامعه مميزه واسامي كتير جدا، لكن مثلا افضلهم ممكن نتكلم عن جامعه لومونوسوف موسكو، جامعه سان بطرسبرج، جامعه كازان الفيدراليه، وغيرها كتير من الجامعات المميزه جدا اللي موجوده في روسيا. طيب خلينا نوصل لنقطه مهمه جدا من اهم النقط اللي موجوده في الفيديو دي، وهي متطلبات الحصول على التاشيره الدراسيه لروسيا بالنسبه لطلاب الجزائر. كام نقطة هنتكلم عنهم وركز فيهم كويس جدا، لأن الورق ده أنت لو جهزته هتقدر تقدم على التأشيرة وتحصل عليها بمنتهى السهولة. بس خليني أفكرك قبل ما أتكلم عن الأوراق المطلوبة للتأشيرة، إنك لو محتاج تتواصل معانا عشان تقدم على الجامعات الروسية أو تستفسر أي استفسار، ممكن تعمل ده من خلال الأرقام اللي موجودة في صندوق الوصف، هتلاقي لينك الواتساب موجود تبعت لنا في أي وقت. ودلوقتي هنتكلم عن الأوراق المطلوبة للتقديم على التأشيرة الدراسية في روسيا. أول حاجة موجودة معانا هي قبول من مؤسسة تعليمية، وده القبول اللي إحنا بنتكلم عليه من الجامعه نفسها اللي احنا بنقدم عليها. دي اول ورقه لازم تكون معانا، هي القبول من الجامعه. اما تاني حاجه لازم تجهزها هي استماره طلب التاشيره، ودي استماره بتاخدها من السفاره نفسها. استماره طلب التاشيره دي بتملى فيها البيانات بتاعتك، ممكن تاخدها من السفاره نفسها او حتى من على موقع السفاره من خلال الانترنت ان انت تحملها. طيب ايه كمان لازم يكون معايا من الاوراق المطلوبه؟ لازم يكون معايا جواز سفر ساري لمده 18 شهر. يبقى معايا جواز السفر نفسه ساري لمده 18 شهر، وكمان يبقى معايا صوره منه. تاني حاجة يبقى معايا عنوان إقامة ثابت في الجزائر، يعني في عنوان موجود فيه مثبت. كمان محتاجين صور شخصية وتكون ملونة مقاس 35x45. رابع حاجة الدعوة الدراسية أو الدعوة الإلكترونية اللي بترسلها الجامعة، ولازم تكون موجودة برموز MVD. خامس حاجة ضمان قيمة الرحلة في أول شهر من الدراسة. قيمة الرحلة دي يعني زي تقريبا حساب بنكي يبقى فيه تكلفة معينة لقيمة السفر هناك والإقامة والكلام ده لمدة أول شهر. وحاجتين كمان هم وثيقه تامين صحي وشهاده طبيه. واخر حاجتين هي رسوم التاشيره اللي بتقرها السفاره الروسيه، بتقرر رسوم معينه بتدفعها، وفي الاخر خالص هي المقابله الشخصيه مع سفاره روسيا في الجزائر. يبقى دي كده المتطلبات والشروط والاوراق اللي انت محتاج تجهزها وتعملها عشان تقدم على التاشيره الدراسيه لروسيا. طيب خلينا نتكلم عن كام نقطه ممكن تواجه طلاب الجزائر في البدايه وهم مسافرين على روسيا. اول حاجه خالص هي اللغه اللي ممكن تكون عائق. كتير جدا من الطلاب يقول لك انا هسافر هدرس باللغه الانجليزيه عشان ما يبقاش في اي عوائق بالنسبه للغه، لكن بيقابلوا عائق ان الناس كلها بتتكلم باللغه الروسيه، فبالتالي ما بيعرفش قوي يتعامل مع الناس. النقطه دي حلها ايه؟ ادرس عادي باللغه الانجليزيه، لكن لازم برضه تتعلم اللغه الروسيه حتى عشان تكتسب انت ليك لغه اضافيه، وكمان عشان تعرف تتعامل مع الناس هناك. تاني حاجه هي الاختلافات الثقافيه. كتير من الطلاب ما بيعرفوش يتكيفوا مع الاختلافات الثقافيه اللي موجوده ما بين الجزائر
وروسيا، لكن لازم تتكيف مع الاوضاع هناك لانك هتكون مقيم هناك على الاقل لمده 4 5 سنين، فبالتالي لازم تتعود وتتكيف على الثقافات المختلفه اللي موجوده حواليك. تالت التحدي طبعا هو المناخ. معروف ان في روسيا المناخ الطقس بيكون بارد جدا جدا في معظم اوقات السنه، عشان كده تحدي من التحديات الصعبه لازم تكون واخد بالك منه. يبقى اذا احنا من الفيديو ده لازم نركز كويس جدا ان احنا نستعد جيدا لتحضير الاوراق وكمان للسفر لروسيا، نكون مجهزين كل اوراقنا، نكون فاهمين ان السفر ده عباره عن تحديات كتيره جدا هنقابلها، زي اللغه وزي الثقافه المختلفه وزي السكن وزي الطقس وزي كل حاجه. فلازم انك تتواصل مع طلاب اخرين كانوا موجودين في روسيا قبل كده، لازم انك تفهم طبيعه الشعب الروسي هناك، لازم تفهم لغه الشعب، لازم تتضامن معاهم، لازم تفهم ثقافتهم وتحترمها، لازم حاجات كتير جدا تعملها عشان تبقى جاهز للسفر لروسيا. ودي كده كانت كل التفاصيل الخاصه بالدراسه في روسيا بالنسبه لطلاب الجزائر، بداية من المميزات اللي موجودة في روسيا وأسعار التخصصات وكمان طرق التقديم والأوراق المطلوبة على التأشيرة الدراسية وكمان التحديات الصعبة اللي هيقابلها طلاب الجزائر. أتمنى يكون الفيديو ده شرح كل حاجة، ولو في أي حاجة مش مفهومة في الفيديو ده يا ريت تكتبولي في الكومنتات عن أي استفسار حابين تسألوا عنه، أو تبعتولي على طول على الواتساب من خلال الأرقام اللي موجودة في صندوق الوصف، هتلاقوا لينك الواتساب موجود على طول، تقدروا تتواصلوا معايا في أي وقت وتبعتولي لو حابين تقدموا على الجامعات الروسية او تسالوا عن طرق التقديم او عن الجامعات او اي شيء يخص روسيا، او عموما كمان لو يخص اي جامعات تانية في اي بلاد تانية تقدر تتابع الفيديوهات كلها في قناة الخوارزمي وتعرف البلاد اللي احنا شغالين عليها وتبعت لنا اي استفسار في اي وقت. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، نتقابل في فيديو جديد. كان معاكم ابراهيم من الخوارزمي اكاديمي، سلام.